السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حلوة سريعة وسهلة جدا. القوام ديالها كيجمع ما بين القرمشة والهشاشة، كيجي المنظر ديالها زوين ومذاق رائع جدا، خصوصا مع الشاي أو القهوة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. على بركه الله، بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده تكون في حراره ديال المطبخ، اما ديروا زبده العبار ولا زبده ديال البواطه. نحتاج 3 ملاعق ديال النشا، 2 بياض ديال البيض، وعندي ايضا قشره ديال الحامضه للتنسيم. غادي نحتاج كاس ديال سكر كلاصي او سكر ناعم اللي كتعطيني 100 غرام، وعندي كذلك خماره واحده ديال الحلوه. غادي نحتاج دقيق حسب الحاجه، عندي 400 غرام اللي غادي تهز لي انا العجينه، وكيبقى على حسب عينكم ميزانكم او الدقيق اللي غادي ديرو. شويه ديال الملحه وشويه ديال الفانيلا. صافي، هادو هما المكونات. غادي ندوزو للطريقه. فغادي ناخذو الزبده ديالنا تكون رطبه، تكون لينه في حراره ديال المطبخ ضروري، ولا رطبوها في الميكرووند شويه. كنضيف عليها القشره ديال الحامض، كنضيف السكر كلاصي او السكر الناعم، ورشه ديال الفاني او نص معلقه صغيره، ورشه جيده ديال الملحه. تنخلط شويه، وغادي نستعمل الطراب الكهربائي باش غادي نخلط مزيان هذا الخليط هذا، ونحصل على واحد المزيج كريمي. هنا انا مستعمله زبده ديال العبار او الزبده الحيوانيه، المذاق كيجي احسن. بغيتو ديروا الزبده ديال البواطه الخاصة بالدهن حتى هي ناجحة بها، وكتجي حتى هي زوينة. غير المارغرين ديال التوريق ما تستعملوهاش. هنا من بعد ما طربت تقريبا واحد جوج دقائق، غادي نبدا نضيف البياض ديال البيض شويه بشويه. الاخوات اللي ما عندهمش الطراب الكهربائي ممكن تخدموا بيديكم، ما كاين حتى شي مشكل، يعني خدموا مزيان. كنستمر بحال هكا، وكنبقى كنطرب حتى غادي ندخل داك البياض ديال البيض جيدا، وصافي كنحبس تقريبا في المجموع 5 ديال الدقائق اللي احتاجيت باش حصلت على هاد الكريمه. صافي، هنا غادي نضيف الخماره ديال الحلوه، وغادي نضيف كذلك النشا، جوج ديال الملاعق كبار يكونوا عامرين، ونبدا نجمع بالكميه ديال الدقيق اللي عندي. كيف ما قلت عندي 400 غرام. انا مستعمله دائما دقيق خاص بالحلويات، غادي تجيني هي هذيك، وديما ضيفوا شويه بشويه على حسب كذلك الزبده. كاين زبده اللي فيها كميه ديال الماء، وعلى حسب البيض، يعني كاين البيض اللي كيكون صغير وكبير. فكنضيف الدقيق شويه بشويه. هنا غادي نبقى مكمله غير بالسباتولا، ما حد الخليط او ما حد العجين رطب، ومن بعد غادي نكمل باليدين او باليد ديالي، وغادي نجمع العجينه. كتكون رطبه، ما كتكونش متماسكه او قاسحه بزاف كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي، هنا غادي ندوزو مباشره باش غادي نشكلو الحلوه ديالنا. عندي شويه ديال اللوز كونكاسي، عاود تقطعتو شويه باش يجيني شويه رقيق لانه كان غليظ. وكنبدا نشكل الحلوه ديالي، كنحرب لها كحرب اللي يكون شويه رقاق، كندوزها للوجه وكنضغط عليها شويه باش تهز ليا الحلوه داك اللوز كونكاسي، ونوضحها في لاطا ديال الفران، وكنبسطها بحال هذا الشكل اللي غادي تشوفوا معايا. علاش غادي نبسطها؟ لانني من بعد غادي نلاصق كل جوج حبات مع بعضياتهم بالشكلاط، فما بغيتهاش تجي منفوخه بزاف، يعني بغيتها تجي شويه مبسطه. وتقدروا اذا ما بغيتوش تلاصقوها بالشكلاط، يعني ديروا صبيعات اللي هما غلاط شويه وما تبسطوهمش. غادي نتابع بنفس الطريقه، وغادي ندخل الحلوه ديالي للفران طيب يكون مسخن من قبل. دائما نشعلو من التحت حتى غادي تحمر لنا مزيان، عادي يمكن لينا نشعلو من الفوق او شعلو من التحت ومن الفوق اذا كان الفران ديالكم كيشعل، غير من الفوق، غير نقصو شويه في الحراره وبعدو اللاطا على الشوايه باش ما تحرقش ليكم. وهنا من بعد ما طابت لي وحضرت منها ايضا هاد الحلوه هذه ديال البوق، فكيجي الشكل ديالها بحال هكا. كنخرجها من هذا البوق هذا اللي كتشوفوه، يعني مسنن. هنا غادي ناخذ شويه ديال الشكلاط اللي مذوب، استعملت انا الشكلاط بالحليب،
تقدروا طبعا نديرو الشكلاط العادي كندوبو مزيان، وغادي نبقى كندير هكا واحد شويه على الطول ديال الحلوه، وغادي نلاصق معاها حبه، نحاول ناخد يعني حبه اللي كتكون بحالها في القياس. كذلك بالنسبه للحلوه ديال اللي خرجتها من البوق، غادي نغطسلها هكا غير نصف الشكلاط، وغادي نرش عليها من فوق شويه ديال اللوز كونكاسي محمر، وصافي كتكون الحلوه ديالي جاهزه. نخليها تتنشف يعني نشف عليها الشكلاط، ونقدمها بالصحه والراحه. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. النتيجة النهائية ديال الحلوة ديالنا لليوم كيجي او كتجي بحال هكا كما كتشوفوا، المنظر ديالها كيجي زوين، بسيطة جدا في التحضير ديالها، والمذاق اكثر من رائع، كتجي هشيشة ومقرمشة في نفس الوقت، وممتازة مع اتاي والقهوة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون لذيذة اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العادة ديروا جيم، شاركوا في القناة، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وارائكم، وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعة، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.